يقول: بالنسبة لزوجتي عليها قضاء 4 أيام وأدركها رمضان وهي لم تقضي، ماذا يجب عليها؟ إن كانت لم تستطع القضاء في هذه الفترة حتى دخل عليها رمضان فيبقى القضاء في ذمتها، إذا انتهى رمضان إنها تقضي وليس عليها غير القضاء. أما إذا كانت متكاسلة حتى دخل عليها رمضان الجديد وهي لم تقضي من غير عذر، إنها يكون عليها شيئان: الشيء الأول القضاء، ثانيا عليها الإطعام عن كل يوم مسكينا عن التأخير. نعم.